مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من حصة أطباق وأذواق. في عدد اليوم جبنا ثلاث كيفيات كالعادة. طبق رئيسي سلطة وتحلية. الطبق الرئيسي اللي هو كورجيت بلا فيونداشي في الفوق. أما لاصالاد جبنا لكم لاصالاد فاغي اللي احنا سميناها سلطة الزربية. أما للتحلية جبنا لكم لي فغوي بلا كريم. والآن أعزائي المشاهدين راح نبدأ في مقادير الطبق الرئيسي. عندي حبة بيض مع دنوس، طماطم نص حبة كنا رحيناها، ملح، جوزة الطيب، كمون، عندي شوية تاع جلبانة كنا فورناها بالملح مقبل، عندي زعفران تاع الشعرة، وعندي فلفل الكحل، بصل، فرماج غريير أرابي، لافيونداشي، وعندي كورجات والزيت. الكورجات كنا فورناها مقبل، عفوا غليناها ودرنا لها شويه ملح، كي ولات ما غليناهاش مليح باسكو لو كانت غليها مليح راح تطيح لك، حنا على ذيك اللي غليناها شويه وراح تكمل طيابها في الفرن. وراح نحفروها نوريكم كيفيه الحفر تاع الكورجات. نقسم الحبه على زوج وراح ندير هكذا، نحفرها هكذا، راح نحي لها كامل القلب تاعها هكذا بالمغرف، ونتبع كامل هكذا ونحي لها كامل القلب الداخل هكذا، نحطو هنايا هكذا فوالا، وتولي على هذا الشكل. انا كنت حفرتهم من قبل كامل وراهم هكذا محفورين، فوالا حفرتهم هكذا على الشكل هذا اللي انا شاهدو فيه، والان راهم محفورين. راح نبداو في تحضير الفيونداشي اللي راح نديروه لداخل الكورجات تاعنا. نجيب لافيونداشي، السباتي تاعي لافيونداشي، نديرو هنايا فوالا هكذا، نجيب الحبة تاع البيض نديرها هنايا، شوية تاع معدنوس هكذا فوالا صافا، وندير لي زيبيس تاعي. نبدا بالملح، حوالي ملعقة تاع ملح فوالا، ندير شوية كمون، ندير زعفران تاع الشعرة حاجة قليلة ماشي بزاف فوالا، ندير فلفل الكحل، وندير شوية جوزة الطيب فوالا حاجة قليلة هكدا فوالا. والآن راح نضيف شوية تاع البصل فوالا هكدا فوالا. البصل كنت رحيتو مليح باه ما يبانش، ما يبقاوش هادوك لوشيت. والان راح نروح للمقله، نشعل عليها، نشعل على المقله هكذا، وراح نضيف شويه تاع زيت حاجه قليله هكذا فوالا، ونجيب شويه تاع زيت زيتون نديرها في الحشو تاعي. حاجة قليلة، شوية تاع كمون، فلفل الكحل حاجة قليلة هكذا، وندير شوية جوزة الطيب هكذا. وهنا راح نضيف المعدنوس اللي كان عندي مقبل، ونضيف لها الطماطم. وهنا راح نخلط، نخلطها بالعقل، نخليهم هنايا راني نخلط فيها هكذا فوالا، راهي تقلالي مليح. راح نضيف الجلبانه تاعي، هنا راح نضيف الجلبانه، راني ضفتها هكذا. الجلبانه تاعي راهي طايبه من قبل، غير بتدخلها بنت الجلبانه تاعي راهي طايبه من قبل، غير بدخلها البنت تاع لاصوص اللي راني دايرها فوالا، بنت لاصوص هنا نخليها طيب
بالعقل، نغسلها ونخليها تطيب بالعقل. هنا راح نبدا هكذا نخلط مليح، عندي مغرف صغيره نحكم هكذا بالمغرف ونعمر هنايا الكورجيت تاعي، ما نخليهاش خارجه غير هكذا شويه فوالا، وراح نحطها هنايا، نحطها كيما حبيت على الشكل هذا ولا كيف كيف، نزيد هكذا ونحطها هكذا ونحطها هنايا. دوكا هكذا راني فرغت البلاصة، نعمرها بالعقل، تنشوفها كامل تعمرت هكذا، نجيب لاصوص اللي كنت خدمتها مقبل، راح نجيب لاصوص ونديرها لداخل هكذا، نرجع المقلب تاعي هنايا، وهنا راح نفرش لاصوص تاعي كامل هنايا هكذا، هكذا كيما راني حاطها الكيفية هذي. وأنا راح نجيب الكورجة تاعي نحطها هنا لداخل هكذا، نحطها على هذا الشكل هنا هكذا، وهنا راح نجيب الفرماج اللي كنت ربيته مقبل ونحط فوقهم هكذا. ندير فيهم فرماج كورجة تاعي راهي واجدة باه نديرها في الفوق. مشاهدينا الكرام الفور تاعي ندير درجة حرارة 120، نخليها مدة 10 دقائق حتى 15 دقيقة، ونشعلها من الفوق ومن تحت ونخليها. والآن تبعوني، نشعلها من الفوق ومن تحت ونخليها تطيب. أعزائي المشاهدين، الآن راح نعطيكم المقادير تاع كورجات في الفوق بلا فيونداشي، ونعاودو نولو لطبق السلطة. مشاهدينا الكرام، بعد ما خذيتو مقادير الطبق الرئيسي راح نحضرو لسلطة. مقادير تاع لسلطة هنا عندي بيطراف مربي، جزر كذلك، غريير رابيتو كذلك، عندي فاصوليا مصبارة، طونة، وعندي مايز، وعندي خيار زوج حبات قطعتهم على هذا الشكل، زيتون مقطع، وعندي ستة حبات بيض ربيتهم عفوا. والآن راح نبدأ في تحضير الصلاد تاعنا. راح نجيب الخيار كوير، نجيب الخيار نحط الخيار هنايا هكذا، والآن أعزائي المشاهدين راح نجيب المايز، المايز
هنا هكذا الاطراف ما خليش يطلع فوقه، لازم يكون على جنب باه ما يغطيليش المايز تاعي. توجور كيف كيف سين ندخلو مليح هنا شوية هنايا هكذا هنا هكذا. والآن راح ندير شوية تاع زيتون هكذا راح يسيباري لي ما بينو وبين الطون. هكذا على هذا الشكل راح نزيدو حنا نديرو الطون هنايا فوالا فوالا سيوند لي مور بيان فوالا توجور ندنيوه هكذا. نجيبو الجزر كذلك فوالا هكذا نسقموها مليح فوالا. وهنا راح نجيبو شوية تاع بيض كذلك هكذا ونديرو الفاصوليا نديرو الفاصوليا تاعنا على هذا هكذا نخدمو. مشاهدينا الكرام هذه هي لاصالات تاع الزربيه تاعنا. هنا احنا راح نكملو نعطيوكم المقادير، راح تاخذوا المقادير. بعد ما راح تاخذوا المقادير راح نروحوا للتحليه. مشاهدينا الكرام بعد ما خذيتوا مقادير طبق السلطه راح نروحوا تحضير التحليه تاعنا. التحليه تاعنا لا كريم بالفاكهه. والان راح نروحوا نعطيكم المقادير. مقادير للفاكهه عندنا حبه حب الملوك، عندنا حبه كيوي، زوج حبات مشمش، وحبيبات تاع فريزا، وحبه بنان. لا كريم كنا درناه على هذا الشكل. عندي شويه لوز ايفيلي، وعندي كراميل كنت حضرتها ودرتها في لابوش. والان راح نبداو في كيفيه التحضير. كمل حبه تاع البنان تاعي نقشرها فوالا ونجيب الموس نحكم نقطع على هذا الشكل فوالا فوالا هكذا. نجيب وحده منها والاخرى منها. نجيب الحبه تاع المشمش نديرها هكذا نزيد نصف ناخذ نديرو منها هكذا. والان راح ندير الفراس تاعي لداخل فوالا هكذا ندير الفراس تاعي لداخل. وهنايا راح نحط الحبه تاع المشمش تاعي هكذا. هنايا نجيب موس نحكم الحبه تاع كيوي ندير لها نقطعها هكذا فوالا هكذا هكذا كامل هكذا. والان راح ندير لها هكذا ونحط الحبه تاع الكيوي تاعي هنايا هكذا. والان راح نرفد الكريم تاعي، راح نحط الكريم تاعي على هذا الشكل الآن راح نجيب هنا هكذا ونجيب البيوضة نحط واحدة هنا هكذا فاني نحطهم هنايا. وهنايا راح نحط حبة تاع حب الملوك ندير كامل لوز إفيلي فوالا هكذا.
والان اعزائي المشاهدين، لاكريم بالفاكهه تاعنا راه حاضر كما رانا شاهدوا هكذا. مشاهدينا الكرام، بعد ما حضر لاكريم تاعنا بالفاكهه راح نعطيكم المقادير تاعو، وبعد ما نعطيكم المقادير تاعو فاصل قصير ونولوا لكم تشوفوا الاطباق جاهزه. مشاهدينا الكرام، والان الاطباق تاعي راهي جاهزه. الطبق الرئيسي كورجيت بلافيون داشي والغريير في الفوق، لا سالاد درناها على شكل زربيه، والتحليه درنا لي فروي بلا كريم. اعزائي المشاهدين، ان شاء الله تكونوا تبعتوني خطوه بخطوه، جربوهم راح تنجحوا فيهم اكيد. وبقى لي نقول لكم صحه فطوركم، ونتلاقاو في موعد اخر ان شاء الله.